بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صدر عن قيادة المجلس العسكري في محافظة درعا وريثيا. تم انعقاد المجلس العسكري في محافظة درعا وريثيا بتاريخ 3/5/2012، وتم الاتفاق بحمد الله وعوني على قيادة المجلس على الشكل التالي: 1. المقدم محمد خير الحربات رئيسا للمجلس. 2. المقدم الركن غسان حليح المعاون للرئيس. 3. المقدم الركن ياسر العبود قائدا للعمليات، وعلى أن يبقى بقية أعضاء المجلس كما ورد في البيان السابق. ونؤكد أننا ما زلنا ملتزمين بالهدنة التي أقرها مجلس الأمن الدولي عبر خطة مبعوثه كوفي عنان، ونحمل المسؤولية الكاملة عن كامل الخروقات للنظام وشبيحته، والله ولي التوفيق.